شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. لما نفكر بشركة هواوي يأما يروح بالنا لأجهزة الموبايل مثل الميت والنوفا، أو يروح بالنا للمعدات اللي صنعها شركة هواوي في مجال الاتصالات باعتبار هذا اختصاصهم بالأساس. ولكن أكو جانب من هواوي يتميز بجودة التصنيع وكفاءة الاستخدام على أعلى مستوى، وهذا الجانب هو صناعة الملبوسات الويرابلز، بدءا بالساعات الذكية ووصولا إلى سماعات البلوتوث. واليوم ويانا سماعة الفريبودز 5 بتصميم جديد كليا مع ضمان سنة كاملة في العراق. وبهذا الفيديو راح أحكي لكم تجربتي مع هذه السماعة. خلي أسولف لكم أول شيء عن التقنيات اللي تدعمها هذه السماعة، وهي الهايرز أوديو وايرلس، دعم لكودك الالداك، عندنا تقنية الأدابتيف إيكيو للترددات التكيفية، مع تقنية البيس توربو اللي تنطيك صوت قوي للإيقاعات، والسماعة مقاومة لرشات المياه والغبار بمعيار IP54، واستخدمتها أثناء التمرين والأمور تمام التمام. والفريبودز 5 تجي بتقنية عزل الضوضاء. حتى أخليكم على تصور بموضوع عزل الضوضاء بهذه السماعة، خلي نفترض أنه أنت شغلتها وبعيد عنك قطعة التبريد 4 مترات، هيك شيء راح يختفي صوت الضوضاء التبريد. طبعا هذا النوع من عزل الضوضاء ما يعتبر هو مثالي، لأنه أنت خلي بالك صوت التبريد ما يعتبر صوت عالي مثل خلينا نقول صوت محركات السيارة، أو صوت يعني مثلا صوت عالي شخص يمك دا يسولف بصوت عالي، فهي تعتبر بالنسبة لإمكانياتها وبالنسبة لحجم السماعة يعتبر عزل ممتاز. ولكن كمصطلح عزل الضوضاء فأكيد هي ما تقارن بالسماعات اللي تنحط بالإذن الكبيرة مثل الأم 4 وغيرها، بالإضافة إلى أنه العزل على هذه السماعة أقل شوية من الإيربودز برو، بحكم أنه الإيربودز برو تجي بقطعة ربر تدخل بقناة الإذن نفسها، فهذا راح يضيف شيء للعزل. بينما هنا مثل ما شفتوا بالفيديو بالبداية، السماعة من النوع اللي تتعلق، مو من النوع اللي تدخل داخل قناة الإذن. حتى اختصر النقاش والمقارنة ما بين هذه النسخة الفايف مع النسخة السابقة الفور الفريبودز 4، النسخة هذه تعتبر مريحة أكثر وتثبت على الإذن أكثر من النسخة السابقة، باعتبار حجم الجسم اللي يفوت بداخل الإذن أكبر شوية، فبالتالي دا تقعد بشكل أفضل. من ناحية المميزات، عزل الصوت أفضل بكثير من النسخة السابقة الفريبودز 5، تقدم عزل صوت يعني ملموس وراح تحسه من أول ما تجرب هذه الميزة. جودة الصوت مشابهة تقريبا ما بين الفايف والنسخة السابقة الفور، مع فارق بسيط جدا بصوت الإيقاعات. على الفايف راح يكون أقوى البيس والإيقاعات، هذه راح تكون يعني واضحة أكثر مع الفايف، فتقدرون تقولون أنه ماكو سبب قوي يخليك تغير من الفور وتروح للفايف. ولكن إذا عندك 3، وبحكم أنه أنا جربت الفريبودز 3، جودة الصوت بشكل عام تعتبر أفضل بكثير من نسخة 3. الفريبودز 5 راح تقدر تربطها مع جهازين بنفس الوقت، مثلا أنا رابطها ويا موبايلي ويا اللابتوب، سلاسة حلوة وماكو أي مشاكل. وإذا كان جهازك من هواوي ويجي بنسخة الـ EMUI 10.1 وفوق، راح يكون الربط أسرع وراح تطلع لك نافذة مشابهة للنافذة اللي تطلع مع الآيفون لما تيجي تربط الإيربودز وياه. طبعا راح تقدر تتفاعل مع السماعة باللمس، ضغطة طويلة راح تشغل أو تطفي عزل الضوضاء، ضغطتين توقف أو تشغل الموسيقى أو أي شيء أنت مشغله، السحب للأعلى راح يعلي الصوت، والسحب للأسفل طبيعة الحال راح ينصي الصوت. واكو تطبيق اسمه الاي اي لايف، اذا تنصبه على موبايلك راح تلقى خيارات اكثر تخصص بها هذه السماعة، وراح تقدر تستخدم ميزة الفايند ماي ايرفون في حالة اذا ضاعت السماعة عندك وانت يعني خلينا نقول ضمن نطاق البلوتوث. واكيد راح تحصل ميزات اكثر من هذه السماعة لما تستخدم تطبيق الاي اي لايف، مثلا تقدر تفعل ميزة الوير ديتكشن اللي هي انت وده تسمع فتشي بس توخر واحدة من السماعات راح يوقف، ترجعها يرجع مرت الثانية، فهذه ميزة أيضا موجودة تقدر تفعلها وتقدر تطفيها أيضا من خلال تطبيق الـ AI Live. هسه هذا الصوت اللي دا تسمعوه هو جاي من مايك السماعة، أكيد أنتوا اللي راح تقيمون جودة الصوت، ما سويت أي تعديل ولا عليت من الصوت، خليته مثل ما هو حتى تتعرفون وتقيمون شلون الصوت الطالعة من هذه السماعة. بالنسبة لتجربتي شفت أنه نقاوة الصوت شوية أقل عند الشخص المقابل لما يسمعك،
وانت لا تحكي باستخدام مايكات هذه السماعه، شويه نقاوه اقل من الايربودز 3. فبعد ما سمعتكم صوت المايك من السماعات نرجع للمايك العادي. وقبل لا اعطيكم خلاصه تجربتي لهذه السماعه وشنو رايي بصوتها، لازم نسولف شويه عن البطاريه. بالنسبه لشحن حافظه السماعه فهو شحن سريع عن طريق منفذ التايب سي، وراح تقدر تشحن الكيس بالكامل خلال 40 دقيقه. 5 دقائق شحن تنطيك استماع لمده تعتبر شويه اكثر من الساعه، بالاضافه الى انه تدعم الشحن اللاسلكي اللي يعتبر ابطا بكثير من الشحن عن طريق الكابل، ولكن مع هذا تعتبر ميزه اضافيه في الشحن. وبالنسبه لتجربه بطاريه السماعه بشكل عام، لما أشغل ميزة عزل الضوضاء تعطيني 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات هيك شيء، خصوصا وأنه أنا أعلي الصوت على الأخير، واللي هو فتشي أنا ما أنصح به باعتبار أني يعني صار عندي مشاكل بالأذن اليمنى بسبب هذا الشيء، بسبب علو الصوت. فهذه نصيحة تقدروا تقولون من خلال هذا الفيديو، حاولوا قدر الإمكان أنه ما تخلون الصوت على أعلى شيء. ولما انطفيت ميزة الـ ANC عزل الضوضاء انطتني تقريبا 5 ساعات هيك شيء، فتجربة البطارية تعتبر جيدة. وهسه نجي للخلاصة، خل أقول لكم فتشي، أنا كهشام متعود على أنه أستخدم يعني خلينا نقول أفضل أنواع السماعات، أستخدم السوني M4، الإيربودز 2، بعدين رحت للإيربودز 3، قبلها جرب السماعات من بيتس وغيرهن. فتقدرون تقولون أنه حاسة السمع عندي متعودة على أنه تسمع يعني من أفضل المنتجات، يعني هذا فتشي يعتبر إيجابي إلي أنه أقيم تجربة السماعات الأخرى. فحتى تكونون على علم باللي صار، هو أنه أول ما جربت الفريبودز 5 مباشرة انطتني يعني انطباع أنه أنا بعد ما راح أحتاج الإيربودز 3. فيعني الإيربودز 3 من أبل تعتبر سماعة ممتازة من ناحية الصوت، من ناحية الجودة والبيس. فمباشرة لما جربت هذه السماعة حسيت بأنه أكو يعني فتشي مميز فعلا. فهذا أعتقد بالمختصر ممكن ينطيكم انطباع عن جودة هذه السماعة وشقد صوتها حلو. أكيد طبعا ماكو شيء متكامل، لأنه السماعة ممكن تكون غير مناسبة كليا للأشخاص اللي ما يقدرون يعلقون سماعة بإذنهم، فهذه أكيد ما تعتبر خيار مناسب لهم، بالإضافة إلى أنه المايك ما يعتبر ذيك الجودة العالية. ولكن مع كثرة الميزات اللي تتمتع بها هذه السماعة ومدى إعجابي بيها بناء على تجربتي للسماعات السابقة، وبالنسبة لسعرها الـ $119 حاليا بالعراق، هذه الأسباب كلها تخليني أقولك بأنه هذه السماعة البلوتوث هي أفضل شيء جربته لحد الآن. وبالنهاية أتمنى أنه أعجبكم هذا الفيديو. إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المعارف @#9، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.